السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة التأمينات الهندسية. وزي ما احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت او احنا هناخد النهاردة الحلقة اللي هي تأمين الأجهزة والمعدات الإلكترونية. لو نفتكر الحلقة اللي فاتت في احنا خدنا من الجزء ده اللي هو تأمين الأجهزة والمعدات الإلكترونية، أخدنا طبيعة المعدات والأجهزة الإلكترونية واتكلمنا عن اللي هي العوامل المتعلقة بطبيعة المعدات دي، وقلنا ان هم عاملين اللي هو العامل الأولاني اللي أنا بركز رأس المال، لازم رأس المال بيكون كبير في حيز مكاني صغير. يبقى أنا هنا في المعدات والأجهزة الإلكترونية العوامل اللي بتتعلق بطبيعة المعدات دي، أول حاجة أو أول عامل اللي هي طبيعة اللي هي تركيز رأس المال بيكون كبير في مكان إيه صغير. طب وتاني حاجة من العوامل إن أنا باخد أو هي الحساسية الشديدة في المكان المحيط بالمعدات. ده كان العاملين اللي احنا خدناهم الحلقه اللي فاتت. واتكلمنا بردك الحلقه اللي فاتت على انواع التامين، انواع المعدات والاجهزه الالكترونيه، وقلنا ان هم اربعه. اول حاجه اللي هي المعدات الالكترونيه اللي بتستخدم لاغراض تعليميه، وتاني نوع اللي هي المعدات الالكترونيه المستخدمه لاغراض طبيه، والثالث نوع اللي هي المعدات الإلكترونية اللي هي الأغراض المستخدمة في الاتصالات، وآخر نوع اللي هي المعدات الإلكترونية الأخرى المتنوعة. النهاردة هنتكلم عن الأخطار المعدات الإلكترونية. أنا عندي في الأخطار المعدات الإلكترونية أنا عندي هم أربعة، اللي هي أخطار الطبيعة، تاني حاجة أخطار المكان، تالت حاجة أخطار المجتمع، ورابع حاجة اللي هي أخطار الفنية أو الموضوعية. طب لو احنا جينا مع بعض على الشاشة وشفنا مع بعض اللي هي أخطار المعدات الإلكترونية، زي ما احنا قلنا هي ان أخطار المعدات الإلكترونية معانا على الشاشة اهي، بتتعرض المعدات الإلكترونية لأخطار متنوعة يمكن ان هي تؤدي الى تلفها او الحاق خسائر مادية بالوحدات التي بتستخدمها. يبقى دي الاخطار المعدات الالكترونيه اللي هي بتتعرض لاخطار ايه متنوعه اللي بتؤدي الى تلفها او الحاق خسائر ايه ماديه. اول خطر زي ما انا قلت لحضراتكم اللي هي الاخطار الفنيه او الموضوعيه. هنا الاخطار الفنيه او الموضوعيه اول خطر اللي هو الخطر الايه الاخطار الناتجه عن عيوب في تصنيع المعدات الايه الالكترونيه. طب تاني حاجه ان هي اخطار التشغيل وسوء الاستخدام. ثالث حاجه عيوب التركيب واخطاء التصميم. ورابع حاجه اللي هي تلف داخلي بالمعدات نتيجه فشل اجهزه تكييف الهواء او مولدات الايه الطاقه. يبقى هنا اول اخطار اللي هي الاخطار الايه الفنيه، والاخطار الفنيه دي اللي هي بتخص التصميم، يعني تصميم في التصنيع، تصنيع في عيوب التصنيع المعدات، في التشغيل، اخطاء في التشغيل، في سوء الاستخدام، في عيوب التركيب او اخطاء الايه التصميم. طيب النوع الثاني او الخطر الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هي الاخطار الايه اخطار المكان. واخطار المكان ده اللي هو بيقول لك ان جميع الاخطار التي تصيب المعدات الالكترونيه بيكون المبنى الذي يحتوي تلك المعدات والتصميمات والتركيبات الموجودة بها هو سبب فيها. يبقى هنا المبنى ده هو اللي بيكون سبب في حدوث الايه الحادث، او ان انا بيحصل لي ان الالات او المعدات بتبوظ. زي ايه؟ طيب عندي تالت حاجة او تاني حاجة اللي هي اختار المكان. زي ايه؟ احنا قلنا مثال. طب ايه هو المثال؟ زي رشح المياه، ان انا المكان بتاعي او المكان اللي انا حاطه فيه الالات والمعدات الالكترونيه حصل فيها رشح المياه الناتجه على انشقاق، يعني انشق او كسر مواسير المياه او توصيلاتها. تاني حاجه الاخطار التي يكون سببها التركيبات الكهربائيه زي الماس الكهربائي. تالت حاجه اخطار تساقط الجدران وتهدم المباني.
رابع حاجة اللي هو خطر الحريق سواء داخل المبنى أو امتداد النيران من خارج المبنى. وهنا آخر حاجة اللي هي أخطار التلوث الناتج عن التدخين والأتربة والإغبار، لأن احنا اتفقنا إن هنا المعدات الإلكترونية بتكون حساسة شديدة الحساسية، فهي بتتأثر من التلوث اللي هو ناتج من التدخين والأتربة والإيه والغبار. وإن هنا بنتكلم عن أخطار المكان، إن هنا لو حصل أي رشح مياه أو أي حاجة تخص التركيبات الكهربائية دي بتخص المبنى اللي هي أخطار الإيه المكان. يبقى احنا خدنا أول خطر اللي هو الأخطار الفنية والموضوعية، تاني خطر اللي هي الأخطار الإيه المكان، طيب تالت خطر اللي هو الإيه أخطار المجتمع. وإن هنا أخطار المجتمع ده بيتكلم إن بيكون سببها هو الفرد في سلوكه، بيبقى سلوك الفرد فيه هو اللي بيتعامل معاه. أخطار المجتمع هو الأخطار اللي تسبب فيها الأفراد من خلال إيه سلوكهم، مثل إيه أخطار الاضطرابات والشغب وإضراب العاملين والسرقة والسط والتخريب سواء كان بقصد أو بغير قصد. يبقى هنا المجتمع ده أو هنا أخطار المجتمع بيكون من اللي متسبب فيها هو الفرد، بيتسبب فيها من خلال إيه؟ من خلال سلوكه، من خلال سلوك زي الإيه؟ السرقة، السطو، الحريق، التخريب، بيكون إما بقصد أو بدون إيه؟ أو بدون قصد. طيب تالت حاجة اللي هي أخطار أو لسه في أخطار المجتمع، إن إحنا من الأخطار دي حديثة العهد، وهي المرتبطة إلى حد كبير بالحاسبات الإيه؟ الإلكترونية والفيروسات. وعندي هنا إن الفيروسات الحاسب هي برامج مصممة بهدف إحداث أكبر ضرر ممكن بنظام الإيه؟ الحاسب. أنا عندي هنا الفيروسات دي متصممة عشان تأذي أو تدمر الأجهزة الموجودة عندي. طب أنا عندي كام نوع من الفيروسات؟ أنا عندي ثلاث أنواع من الفيروسات، أو الفيروسات بتنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول اللي هو الفيروسات على البرامج، والفيروسات على تغيير البيانات، والفيروسات على الأجهزة. يبقى هنا أنا بقسم الفيروسات أو الفيروسات بتنقسم إلى ثلاث أقسام، اللي هو الفيروسات خاصة بالبرامج إن هي بتيجي على البرامج، وفي الفيروسات اللي هي بتغير البيانات، وفي الفيروسات اللي هي بتيجي على الأجهزة. فكل نوع من الأنواع دي اللي هي الفيروسات، وقلنا إن الفيروسات دي بتتصمم علشان تعمل إيه؟ بتأذي أو ليها ضرر على الأجهزة أو على البيانات الموجودة في الحاسبات الإيه؟ الإلكترونية. يبقى هنا لو إحنا جينا مع بعض أهو هنشوف مع بعض اللي هي أنواع أو الفيروسات بتنقسم إلى ثلاث أنواع. أول حاجة اللي هو فيروسات البرامج والملفات. تاني فيروسات اللي هي مغير للبيانات، وتالت فيروسات اللي هو فيروسات الأجهزة والآليات. هناخد أول حاجة اللي هي فيروسات البرامج والملفات. بيقولك هنا إن هو بينصب ضررها على البرامج الحاسب مما بيؤدي إلى تلفها. يبقى هنا أنا بتتصمم دي عشان إن هي تضر البرنامج الحاسب وبيؤدي إلى تلف البرامج الموجودة على الحاسب الآلي. طب تاني حاجة من الأنواع اللي هي فيروسات مغيرة البيانات، هنا بينصب ضررها على ملفات البيانات حيث يقوم بتغييرها محتواها ببيانات أخرى، إن أنا بغير المحتوى ببيانات إيه أخرى، وبيظهر ضرر تلك الفيروسات بشكل أكبر في البنوك والوزارات الهامة أو معامل القضاء. تالت حاجة اللي هي فيروسات الأجهزة والآلات والآليات، هي مجموعة من الأوامر بتتسبب في إجهاد شديد للأجهزة والآليات بالحاسب مما يؤدي إلى إحداث ضرر بالغ بها نتيجة لارتفاع الحرارة أو التآكل. يبقى هنا أنا عندي زي ما اتكلمنا إحنا هنا ثلاث فيروسات اللي هو الفيروس الخاص بالبرامج، والفيروس الخاص بتغيير البيانات، والفيروس الخاص بالأجهزة. ولو إحنا هنفرق بين التلاتة، الفيروسات الخاصة بالبرامج هي متخصصة إن هي بتضر البرنامج الموجود في الجهاز، هي بتأذي على البرامج الموجودة على الحاسبات الآلية الحاسب الآلي.
طب تاني نوع اللي هو مغير البيانات، من اسمها كده مغير البيانات، ان هو بيغير البيانات او المحتوى الموجود على الحاسب الى بيانات ايه؟ الى بيانات اخرى. طب الفيروس ده بيكون موجود او هو صعب بيدمر الاجهزه الموجوده فين؟ في البنوك وفي اللي هي المصالح الهامه او الحكوميه الخاصه وزي اللي هي البنوك. تالت حاجه اللي هو الفيروسات الايه اللي هي بتقضي على الاجهزه، بيبقى في فيروس بيجي يقضي على الجهاز، تلاقي مره واحده ان الحاسب الالي بتاعك او الحاسبات بتلاقي ان الجهاز هنك كده، بيبقى ايه؟ يبقى هنا في فيروس بيقضي على الجهاز، ممكن الجهاز ايه يتدمر. تمام، يبقى احنا كده عرفنا كم نوع من الفيروسات، قلنا ان هم ثلاثه. طيب بعد كده لو احنا هنشوف، احنا هناخد بعد كده اللي هي رابعا اخطار الطبيعه والاخطار الاخرى. لو احنا نفتكر مع بعض، احنا قلنا كم خطر لغايه دلوقتي، احنا قلنا ان لغايه دلوقتي هم ثلاثه، قلنا اللي هو خطر الاخطار الفنيه، وتاني نوع الاخطار اللي هو المكان، واخطار المجتمع، وقلنا ان اخطار المجتمع مين اللي بيتسبب فيها؟ هو الفرد من خلال سلوكه. هناخد رابع حاجه من الاخطار اللي هي الاخطار الطبيعيه والاخطار الاخرى، وهنا الاخطار الطبيعيه والاخطار الاخرى اللي هم ما بيتسببش فيها الانسان، لا دخل الانسان بيها. امال مين بيها دخل الانسان؟ هو الله سبحانه وتعالى. زي ايه هي الاخطار دي؟ اخطار الفيضانات والاعاصير والصواعق والبراكين والزلازل. يبقى هنا دي اهو، لو انتم شايفين ان الاخطار دي لا دخل للانسان فيها، ان هنا دي بيكون دخل لله سبحانه وتعالى، يبقى هنا دي اخطار طبيعيه. والاخطار الاخرى اللي هي زي ما يبقاش تدخل من الانسان، اللي هي الفيضان والاعاصير والصواعق والبراكين والزلازل. في تاني اللي هي اخطار سقوط او انهيار الارض او التربه او اخطار الايه؟ الحرب، اللي هي الاخطار الاخرى. يبقى احنا كده اخدنا اللي هي الاخطار وقلنا ان هم اربعه. هنيجي ناخد اللي هي وسائل الوقايه ومنع الخسائر بالنسبه للمعدات الايه؟ المعدات الالكترونيه. بيقول لك ان اتخاذ اجراءات ووسائل تتكون من تركيبات واحتياطات وتعليمات بتؤدي الى تخفيض احتمال حدوث الحادث من ناحيه، والتحكم في حجم الخساره المتوقعه الناتجه عن حدوثها من ناحيه ايه اخرى. يبقى هنا وسائل الوقايه والمنع، ان انا بمنع حدوث الحادث، بقلل حدوث الحادث. هو انا ما اقدرش ان انا امنع الحادث، بس انا بقلل الحدوث الحادث او بقلل الخساره الماليه الموجوده في الحادث. لا قدر الله حصل اي حادث او حصل اي حاجه، لازم اكون عامله وسائل وقايه عشان في الاخر لو حصل ده خلاص، ده هيحصل حادث ما فيش مشكله، بس ان انا اكون واخده الاحتياطات بتاعتي. مش هقول ان انا ايه، لا انا خلاص ان انا مامنه عليها، فانا خلاص مش هعمل وسائل الوقايه والمنع، مش هعمل الوسائل دي، مش ههتم بالحاسب الالي. لو انا مثلا مأمنه على الجهاز بتاعي الحاسب الالي، فانا هسيبه ههمله وبعديها ايه هقول ما انا مأمنه عليه. لا، لازم ان احنا نكون بنحافظ عليه لحد لا قدر الله حصل له اي حاجه او خساره او تلف، ان انا بقلل من الاضرار او التلفيات اللي بتحدث في الحاسب او الاجهزه او المعدات الالكترونيه. طب لو احنا بعد كده لو شفنا مع بعض على الشاشة ان هي اهمية وسائل الوقاية والمنع من خلال عاملين، عندي عاملين لاهمية وسائل الوقاية والمنع. اول عامل اللي هو تأثيرها في العوامل المساعدة للخطر، ان انا بساعد في العوامل الخطر بشكل ايه؟ مباشر، سواء في العوامل اللي بتزيد من تكرار وقوع الحادث او التي تزيد في حجم هذه الايه؟ الخسارة. طب ده العامل الاولاني. طب العامل الثاني، لا تفيد وسائل الوقايه والمنع الفرد او المنشاه المعرضه للخطر فحسب، بل تاتي فائدتها على المجتمع بصفه ايه؟ عامه. يعني انا مش بعمل وسائل الوقايه والمنع دي عشان شخص واحد بس، لا ده هو علشان الفايده بتعم على المجتمع بصفه ايه؟ بصفه عامه، وذلك من خلال المحافظه على الثروه القوميه من الضياع. دي كانت هي الأهمية، وقلنا إن هما في عاملين ودول الإيه؟ العاملين.
هنيجي بعد كده اللي هي اساليب الوقايه والمنع ضد خطر الحريق، وانا عندي ان هم الوسائل او الاساليب دول هم 6 اساليب. اول حاجه من الاساليب، او قبل ما نتكلم عن الاساليب بنقول ان هي بيعتبر خطر الحريق من الاخطار اللي بتضر كثيرا بالمعدات الالكترونيه في حاله تحققها. يبقى هنا انتوا عارفين ان خطر الحريق ده بيبقى خطر كثير جدا او بيضر كثيرا بالمعدات الايه الالكترونيه، عشان لو حصل اي حريق هو بياخد ايه بيعمل على الاجهزه الالكترونيه على طول في حاله تحقق. فاي حادث حريق صغير يمكن ان يؤدي الى دخان او ارتفاع درجه الحراره مما يضر بالمكونات الايه الالكترونيه. فاكرين ما احنا قلنا ان هنا المعدات الالكترونيه بتكون حساسه، عندها حساسيه شديده جدا بطبيعه المكان بتاعها، ان هي بتتاثر من الدخان، بتتاثر من ارتفاع درجه الحراره. لو حصل حريق صغير او حصل حريق كبير بيؤدي الى ايه الخساره، خساره ماديه. وقد يمكن ان هنا الحريق من القاء اعقاب السجائر، او قد ياتي من خارج نتيجه عدم كفايه وسائل الوقايه بالايه بالمبنى. يبقى هنا انتوا عارفين ان هنا الحريق لو حصل اي حريق فين موجود، ولو حصل الحريق ده صغير، حريق صغير مش هقول لك حريق كبير، فهو بيؤدي الى ايه؟ الحريق ده بيحصل ايه؟ بيؤدي الى دخان. واحنا قلنا قبل كده ان المعدات الالكترونيه دي حساسه جدا وشديده الحساسيه، لو حصل دخان او حصل اي حاجه ودرجه الحراره ارتفعت بتؤدي الى ايه؟ الى ضرر في المعدات الالكترونيه. فلو مش هنقول بقى ده حريق صغير او حريق كبير، لا ده هو حتى لو حريق صغير بيأثر على المعدات الايه؟ بيأثر على المعدات الالكترونيه. طيب احنا زي ما اتفقنا ان هنا الوسائل او الاساليب الوقايه والمنع قلنا ان هم 6. فاول حاجه من الوسائل اللي هي الوسائل العامه، تنقسم وسائل الوقايه الى اول حاجه وسائل وقايه ايه؟ عامه. طيب تاني وسائل لو احنا نشوف مع بعض على الشاشه، وسائل وقايه ضمن تصميم المبنى. تالت حاجه اجهزه انذار الحريق. رابع حاجة وقاية وسائط تخزين البيانات ضد الايه؟ الحريق. خامس حاجة الوقاية ضد خطر رشح المياه. وسادس حاجة اللي هي الوقاية ضد الأخطار الايه؟ الفنية. هناخد كل وسيلة من الوسائل ونشرحها بالتفصيل. يعني هناخد أول حاجة اللي هي وسائل وقاية عامة. بيقول لك هنا الاحتفاظ بأقل كمية ممكنة من الأوراق والمعاملات الورقية أو أي مواد أخرى بتساعد على حدوث حريق داخل صالات الإيه؟ داخل صالات التشغيل. تاني حاجة عند التدخين في صالات التشغيل، دي الوسائل الإيه؟ وقاية عامة، يعني أنا ما ينفعش إن أنا أدخل في صالات الإيه؟ التشغيل. إجراء أعمال الصيانة في أماكن منفصلة خارج صالات التشغيل. أبدأ إن أنا أعمل هنا الصيانة، أعمال الصيانة في أماكن منفصلة خارج صالات الإيه؟ التشغيل. وضع علامة واضحة في أماكن الخروج عند الطوارئ. لازم لو حصل أي طوارئ أو أي حريق أو أي حاجة لازم يكون عندي علامات واضحة للأماكن الخروج إن أنا أقدر إن أنا أخرج منها عند الطوارئ. دي هي وسائل وقاية الايه العامة. تاني وسيلة اللي هي وسائل وقاية ضمن تصميم المبنى. من اسمها كده تصميم المبنى اللي هي خاصة بالايه بالمبنى. اول حاجة بيفضل عدم وجود نوافذ في حوائط الخارجية. النوافذ ما ينفع، بيقول لك ان هو عدم وجود نوافذ، هو مش عاوز نوافذ تبقى موجودة في الحوائط الايه الخارجية. طب ليه مش عاوز يبقى في حوائط خارجية او نوافذ في الحوائط الخارجية؟ علشان ممكن اي حد يرمي اي عقب سجارة، اي حاجة يحصل ايه؟ هيحصل حريق. تاني حاجة ان هو بتكون كل الحوائط والعوارض والاسقف مقاومة للحريق. يعني لازم الحوائط والعوارض والاسقف السقف لازم يكون مقاوم للحريق. ان هو يتحمل درجة الحرارة لمدة كام؟ 90 دقيقة قبل أن تدمر.
حاجه اجهزه انذار الحريق. هنا بتعتمد مقاومه الحريق الفعاله على الانذار المبكر عند حدوث الحريق، وبالتالي فان نظام الانذار ده ضروري جدا عشان لو حصل اي حريق او حصل اي حاجه بيحصل ايه انذار، يبدا ان هو ينزل لي او يقول لي ان في حريق، فده ببدا ان انا بنتبه وابدا اشوف اقدر اتصرف ازاي او اتعامل مع الحريق. مما يستلزم ضروره توافر نظام انذاري اوتوماتيك اللي هو الاوتوماتيك، وخاصه لنظام الحاسبات الايه الكبير نسبيا، ويكون من اهم مهامها رقابه الصفارات وقطع التيار واغلاق ابواب الحريق وايقاف نظام تكييف الهواء، وذلك في حاله حدوث ايه حريق. يبقى هنا اللي هو نظام الانذار ده مهمته ايه؟ ان هو بيراقب، اول مهمه ان هو بيراقب الصفارات، تاني حاجه ان هو بيراقب قطع التيار، ان هو هتلاقي مثلا الالات اتقطعت هيلاقي هنا اغلاق ابواب الحريق، هتلاقي ايقاف نظام تكييف الهواء ان هو هيوقف نظام تكييف الايه الهواء. دي في حاله ايه حدوث حريق. يبقى هنا نظام او اجهزه انذار الحريق هو مهم جدا وضروري جدا عشان اقدر ان انا اتعامل مع الحادث مبكر. رابع حاجه اللي هي وقايه وسائط التخزين البيانات ضد الايه ضد الحريق. هنا ان انا لازم اوضع في خزائن او حجرات منفصله ويتم اعدادها لمقاومه الحريق، كما يجب الاحتفاظ بنسخه اضافيه للبرنامج الاساسي والسجلات الهامه خارج المبنى الذي يتم فيه ايه التشغيل. يبقى هنا زي ما اتكلمنا عن الوسائط التخزين ان انا عندي بيانات مهمة، يبقى انا بحفظها في خزائن بعيدة عن مكان ان انا بأمن فيها الالات والايه والمعدات او الحاسوبات. يعني هنا مثلا في البنوك لو هم عندهم بيانات في على الاجهزة بيحاولوا ان هم البيانات دي يروحوا عاملينها ايه يحفظوها في مكان او في خزينة بعيدة عن المكان المؤمن عليه، عشان لو قدر الله حصل اي حاجة على الاجهزة الحاسب او الحاسوبات، لو حصل اي ضرر ليها يبقى انا اقدر ان انا استرجع البيانات دي من الاجهزة الايه التانية. وكلمنا عن الانذار وقلنا ان الانذار ده مهم جدا عشان لو حصل اي حريق يبدا ان هو يشتغل اوتوماتيك، يبدا ان هو يحصلني او يقول لي ينزلني ان انا في حادث مبكر، وابدا ان انا اتعامل مع الحادث. وهنا الانذار بيبقى هو اوتوماتيك، بيبدا ان هو يشتغل ويبدا يعرفني اوتوماتيك ان هو في حدث حريق. طب بعد كده في الوقاية، لو هنا اللي هي الوقاية ضد خطر رشح المياه، يجب أول حاجة يجب أن تكون كل مواسير المياه في المناطق المحيطة بصالات التشغيل من المعدن وليس من البلاستيك أو المواد القابلة للإيه للكسر. المواسير المية دي ما ينفعش إن أنا أحط مواسير مية تكون بلاستيك أو مواد قابلة للإيه للكسر، لازم تكون مواسير المية تكون ايه تكون معدن. تاني حاجة اللي هي الوقاية ضد خطر رشح المياه، ان هو يجب وضع علامات واضحة في اماكن محابس قطع المياه. يبقى هنا لازم يكون وضع علامات واضحة في اماكن ايه محابس قطع الايه المياه، مع مراعاة ان انا براعي وضعها في اماكن ايه مناسبه. يعني انا احطها واكون في علامات واضحه للمحابس اللي هي قطع الميه، ولازم اكون في اماكن ايه مناسبه. لازم هنا ابعاد المعدات او الالات التي تستخدم المياه في تشغيلها عن المعدات الايه الالكترونيه. لازم ابعد المعدات والالات اللي انا بستخدم فيها الميه في تشغيلها عن مين؟ عن المعدات الإلكترونية، لأن احنا اتكلمنا وقلنا إن المعدات الإلكترونية دي بتكون حساسة وهي غلط عليها لو حصل لو جه أي مية عليها، فلازم إن أنا أبعد المعدات والآلات دي الخاصة بالمية عن المعدات الإيه؟ الإلكترونية. رابع حاجة للوقاية من الأخطار التي يمكن أن تحدث نتيجة وصول الإيه؟ المية لمعدات الإيه؟ الحاسب.
ويجب عدم وضع المعدات الإلكترونية في الدور الأرضي أو البتروم. ما ينفعش إن أنا عندي المعدات الإلكترونية دي إن أنا أحطها في الأرضي أو البدروم، عشان لو حصل أي حاجة، أي مية أو رشح مياه أو أي حاجة، هو بيحصل في هتلاقي بيحصل في الأرضي أو البدروم. فاحنا بنحاول بقدر الامكان، او ما ينفعش ان انا احطها في الارض البدروم، احطها في الادوار العليا. اخر حاجه اللي هي الوقايه ضد الاخطار الفنيه. زي ايه اخطار سببها اجهزه توليد الطاقه؟ انا عندي في الوقايه ضد الاخطار الفنيه، انا عندي اخطار سببها أجهزة التوليد الكهربائي، وفي أخطار سببها اللي هي التكييفات. هناخد أول أخطار اللي هي أخطار سببها أجهزة توليد الطاقة. أول حاجة ضرورة وجود مفتاح لقطع التيار الكهربائي خارج صالة التشغيل، وتوافر عدة مفاتيح في أماكن متفرقة. يبقى هنا لازم، هنا في أخطار سببها توليد الطاقة، لازم يكون عندي مفتاح لقطع التيار الكهربائي. ممكن في اوقات كتيره ان التيار الكهربائي ده بيجي عالي او يجي ان هو منخفض، فانا محتاجه ان انا افصل، او حصل حريق فانا محتاجه ان انا افصل التيار الكهربائي بتاعي. فلازم يكون هنا مفاتيح قطع التيار الكهربائي ويكون موجود خارج صاله التشغيل. تاني حاجه ضروره توافر مولدات طاقه اضافيه للطوارئ. دي الاخطار سببها اجهزه تكييف الهواء. احنا اتكلمنا ان هنا المعدات الالكترونيه دي بتبقى محتاجه الى تكييفات، وبتبقى حساسه او شديده الحساسيه. فهنا لازم ان انا اتاكد ان نظام تكييف الهواء بيعمل او بتعمل بشكل مناسب لحمايه المكونات الحساسه للمعدات الالكترونيه، عشان صد اي تغيير بيحدث في درجه الحراره او الرطوبه او التلوث. تاني حاجة من اللي هي أخطار سببها أجهزة تكييف الهواء اللي هو تركيب فتحات خروج ودخول الهواء من مواد غير قابلة للحريق. كده احنا خدنا هنا اللي هي أساليب الوقاية والمنع. في هنا بيقولك إن في بالإضافة إلى الأساليب السابقة اللي هي بتعمل على وقاية ومنع الخسائر الناتجة عن تحقق الأخطار والمعدات الإلكترونية، ففي وسائل متعددة أخرى. طب زي إيه هي الوسائل المتعددة الأخرى؟ أول حاجة إن أنا بزود المباني اللي بنشغلها فيها الأجهزة الإلكترونية بوسائل إنارة الواقية والمناسبة وفقا للأنظمة المتعارف عليها. ان انا بزود المبنى بتاعي اللي موجود فيه الاجهزه الالكترونيه الى اناره الواقيه والمناسبه. تاني حاجه ان انا بيكون الارضيات مرتفعه ومجزأة، وبيطلق عليها الارضيات الاضافيه او الصناعيه، وبتخصص تلك الارضيات لحفظ الكابلات والاسلاك وغيرها من الاشياء المطلوب اخفائها. ثالث حاجة إن أنا يجب أن تكون التركيبات والتوصيات التوصيلات الكهربائية خارج صالات التشغيل. يبقى التركيبات والتوصيلات الكهربائية لازم تكون خارج صالات التشغيل. رابع حاجة إن هنا يجب تزويد صالات التشغيل، إن أنا بزود صالات التشغيل بأجهزة لاكتشاف الدخان، إن في أجهزة كده بكتشف فيها الدخان. في قنوات سحب الهواء وقنوات العادم، وفي فراغات أسفل الأرضيات العلوية أو الأسطح المعلقة. تاني حاجة أو خامس حاجة إن يجب تركيب أجهزة إطفاء الحريق ثابتة ذات كفاءة عالية مع توفير جهاز إطفاء الحريق بيحتوي على ثاني أكسيد الكربون. يبقى هنا انا هركب اجهزه اطفاء حريق ثابته ذات كفاءه عاليه مع توفير اجهزه اطفاء حريق يحتوي على ثاني اكسيد الكربون لوقايه الاسلاك والتوصيلات الممتده تحت الارضيات، بخلاف
بخلاف يعني انا عندي اجهزه اطفاء الثابته دي بخلاف ايه اجهزه اطفاء الحريق اللي بتعمل بالنظام الايه بنظام الماء المضغوط. يبقى انا عندي كده جهازين، جهاز اطفاء حريق ثابت وهنا جهاز بيعمل بالماء المضغوط في المناطق اللي بيتم فيها ايه تخزين او ضغط مستلزمات الايه التشغيل. عندي هنا نوعيات الاخطار المغطاه في وثيقه تامين الاجهزه والمعدات الالكترونيه، ودول بينقسموا الى 3 اقسام، اللي هو القسم الاولاني اللي هي الاضرار الماديه، والقسم الثاني بينقسم وثائق تامين الاجهزه والمعدات الالكترونيه الى 3 اقسام، القسم الاولاني اللي هي الاضرار الماديه، والقسم الثاني الوسائط الخارجيه لحفظ المعلومات، والقسم الثالث زياده تكلفه التشغيل. يبقى انا عندي كام نوع هم او كام قسم هم 3 اقسام، والثلاث اقسام دول هتكلم فيهم على حده بالتفصيل، وكل واحد هتكلم عن التغطيه التامينيه، وهتكلم عن الاخطار المستثناه والشروط الخاصه لكل قسم. يبقى هنا هناخد اول قسم اللي هو الاضرار الماديه، وهنا الاضرار الماديه بيقولك النطاق التغطيه التامينيه بتتحدد الشركه الموجب هذا القسم اللي هو قسم ايه القسم الاولاني اللي هي الاضرار الماديه بتعويض المؤمن له عن الخسائر او الاضرار الماديه بتكون مفاجأة وغير ايه متوقعة التي تلحق بالاجهزة المؤمن عليها. يبقى هنا في القسم الاولاني زي ما اتفقنا اللي هي الاضرار المادية، وهنا الاضرار المادية ده ان شركة التأمين بتلتزم بتعويض المؤمن له عن الاضرار اللي بتخص الالات والمعدات الالكترونية، سواء هنا كانت ايه لازم تكون الاضرار دي مفاجأة وغير متوقعة. هناخد بقى الجزء اللي بعد كده اللي هي الاستثناءات الخاصة بالقسم الأول، وزي ما اتفقنا ان هنا الاستثناءات الخاصة ان شركة التأمين ما بتعوضش عن، لا تكون مسؤولة عن ايه. اول حاجة المبلغ الذي يتحمله المؤمن له عن كل حادث. في المؤمن له ليه ان هو بيتحمل بجزء من المبلغ او جزء من الحادث، فشركة التأمين ملهاش دعوة بالمبلغ اللي بتتحمله المؤمن ايه له. تاني حاجة الخسارة او الضرر الذي يحدث بصفة ايه مباشرة او غير مباشرة بسبب ايه بسبب زلزال او البراكين او الاعاصير او العواصف. يبقى هنا الخسائر والاضرار اللي بتحدث بصفة مباشرة او غير مباشرة بسبب الزلزال او البراكين او الاعاصير او العواصف شركة التأمين ما بتكونش مسؤولة عنها. تالت حاجة اللي هي الخسارة او الضرر المتسبب مباشرة او غير مباشرة بفعل السرقة. هنا شركة التأمين ما بتعوضش لو حصل بفعل الايه السرقة. الخسائر وتكون ايه السرقة دي يا اما متسببة بشكل مباشر او غير مباشر. هنا رابع حاجة ان الخسائر والضرر المتسبب عن اي خطأ او عيوب بتكون موجودة فين؟ في تاريخ بدء التأمين، سواء كان المؤمن له على علم بها ام لا. يبقى هنا لو في اضرار او خسارة او في خطأ او عيوب في الالات والمعدات موجودة في تاريخ بدء التأمين شركة التأمين ما بتعوضش عليه حتى لو هي كانت على علم ام لا. خامس حاجة اللي هي الخسائر او الاضرار الذي يحدث بصفة مباشرة او غير مباشرة بسبب تعطيل ان انا بعطل او انقطاع خدمات امتداد الغاز او المياه او الكهرباء. ممكن يحصل خسارة او ضرر نتيجة ايه نتيجة ان انا عطلت بسبب تعطيل او انقطاع خدمة ايه الغاز او المية او الكهرباء شركة التأمين ما بتعوضش عليها. سادس حاجة ان هي الخسارة او الاضرار الناتجة مباشرة عن التأثير المستمر للتشغيل على سبيل المثال ولا الحصر.
فبحاجة حاجة من الاستثناءات الخاصة بالقسم الأولاني، لو احنا نفتكر القسم الأولاني اللي هو اسمه ايه، اللي هو الأضرار المادية، وسابع حاجة اللي هي مصروفات بتتعلق بإصلاح أي خلل في وظائف الأجهزة المؤمن عليها، ما لم يكن في هذا الخلل بسبب خسارة أو ضرر مفعل بموجب هذه الوثيقة. تامن حاجة من الاستثناءات الخاصة بالقسم الأولاني اللي هي الأضرار المادية، اللي هو أي مصروفات بتتعلق بصيانة الأجهزة المؤمن عليها بما في ذلك الأجزاء المستعملة في عملية الصيانة. عندك شركة تأمين ما بتعوضش على الجزئية اللي هي مصروفات بتتعلق بصيانة الأجهزة. تاسع حاجة اللي هي شركة التأمين ما بتعوضش عن الخسائر أو الأضرار اللي بيكون اللي هو الصانع أو المورد للأجهزة هو المسؤول عنها أو بموجب قانونا أو عقد. عاشر حاجة إن هي الخسائر أو الأضرار للأجهزة اللي هي مستأجرة وما بيكونش والتي يكون المالك مسؤول عنها سواء بموجب قانون أو عقد تأجير أو صيانة. لو هي الأجهزة دي مستأجرة مش ملكه، شركة التأمين ما بتكونش مسؤولة عنها. 11 اللي هي الخسائر أو المسؤوليات التبعية من أي نوع أو صفة كانت. 12 الخسائر والأضرار اللي بتصيب اللمبات، الصمامات، الأنابيب، الأشرطة، دي كلها دي الخسائر لو حصلت. الأضرار اللي بتصيب اللمبات أو الصمامات أو الأنابيب أو الأشرطة اللي هي دي كلها شركة التأمين ما بتعوضش عليه لو حصلت خسارة بسببها. وآخر حاجة من الاستثناءات الخاصة بالقسم الأولاني اللي هي العيوب السطحية مثل الخدوش التي تحدث للأجزاء المؤمن عليها أو للتلميع أو الأسطح المينا ما لم يكن ذلك بسبب أي خطر مؤمن منه. يبقى هنا خدنا هنا التغطية التأمينية وخدنا الاستثناءات الخاصة بالقسم الأول اللي هي الأضرار المادية. هناخد بعد كده الشروط الخاصة بالقسم الأول، والشروط الخاصة بالقسم الأول بيحدد فيه مبلغ التأمين وأسس تسوية التعويضات. هناخد أول حاجة مبلغ التأمين. هنا بيقولك إن يعتبر شرطا أساسيا لهذا التأمين إن هو بيكون مبلغ التأمين الوارد في جدول الوثيقة مساويا لتكلفة استبدال الأجهزة المؤمن عليها بأجهزة أخرى جديدة من نفس النوع والقدرة. أي القيمة الاستبدائية أي جهاز المتضمنة على سبيل المثال زي مصاريف الشحن والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى وتكاليف التركيب. يبقى هنا في أول حاجة في الشروط العامة لوثيقة في القسم الأولاني اللي هي الأضرار المادية قلنا إن هو مبلغ التأمين، وهو مبلغ التأمين بيتحدد على أساس مبلغ التأمين بيتحدد إن هو لازم يكون مبلغ التأمين مساويا للأضرار اللي هي بتلحق بتكلفة استبدال بأجهزة أخرى. يعني أنا عندي الأجهزة دي اتعطلت أو باظت فأنا لازم أعمل مبلغ التأمين يساوي استبدالها بأجهزة أخرى زيها بالظبط. لازم يكون الأجهزة معادلة أو مساوية ليها، ولازم تكون بضافة عليها اللي هي مصاريف الجمارك والشحن ومصاريف إضافية أخرى. ده كان في أول حاجة اللي هي الشروط الخاصة للقسم الأولاني اللي هي الأضرار المادية. وإحنا قلنا في القسم الأولاني في الأضرار المادية دي قلنا أول حاجة اللي هي التغطية التأمينية، وقلنا ان التغطيه التامينيه ان شركه التامين بتلتزم ان هي بتعوض المؤمن له عن الاضرار اللي بتلحق بالالات والمعدات، بس لازم تكون الخسائر دي او الاضرار دي بتكون مفاجاه وغير متوقعه. واتكلمنا عن الاستثناءات العامه او الاستثناءات الخاصه بشركه الاستثناءات الخاصه بهذا القسم اللي هي الاضرار الماديه، وقلنا ان الاستثناءات دي ان شركه التامين ما بتعوضش عن عن 13 بند او 13 نقطه.
هنا شركة التأمين، ولازم ان انت انت كطالب او طالبة ان انت تشوف ال 13 بند دول وتقدر ان انت تفهمهم او تحفظهم علشان تبقى عارف ايه هي الاستثناءات اللي شركة التأمين ما تكونش مسؤولة عنها. وبعد كده اخدنا ان الشروط الخاصة، وقلنا ان الشروط الخاصة عندي اتنين، اللي هو مبلغ التأمين وأسس تسوية التعويض. واتكلمنا عن مبلغ التأمين وقلنا لازم ان هو يكون مساوي لاستبدال أجهزة أخرى. لو حصل في الأجهزة دي أو المعدات دي تلف أو خسارة ليها، ان انا لازم احط مبلغ التأمين مساوي لان انا هستبدلها، ابدل الأجهزة دي بأجهزة أخرى جديدة. كده اخدنا اللي هو مبلغ التأمين. طب بعد كده لو احنا هنشوف اهو في اللي على الشاشة اللي هي تاني حاجة، أسس تسوية التعويضات. أنا هسوي التعويضات إزاي؟ أسس تسوية الإيه؟ التعويضات. عندي حالتين من أسس تسوية التعويضات. في الحالة الأولى إن هو بيكون الخسارة أو الضرر في الذي وقع لأي من الأجهزة المؤمن عليه قابل للإصلاح، يبقى هنا تلتزم الشركة بسداد كل التكاليف الضرورية والمعقولة لإعادتها إلى حالتها قبل وقوع الإيه؟ الحادث مباشرة، مضافا إليه تكلفة الإيه؟ الفك وإعادة التركيب بغرض إجراء هذا الإصلاح وأجور النقل الإيه؟ العادي من وإلى ورشة الإيه؟ الإصلاح. وكذلك الرسوم الجمركية أو أي رسوم إيه؟ أخرى، بشرط إن يكون مبلغ التأمين متضمن هذه الرسوم الإيه؟ المصروفات. دي اول حاله اللي هو ان انا لو حصل ايه قابل للايه للاصلاح. طب الحاله الثانيه في حاله الخساره الكليه لاحد الاجهزه المؤمن عليه، فان الشركه بتلتزم بسداد القيمه الفعليه لهذا الجهاز قبل وقوع الحادث مباشره، بما في ذلك مصروفات النقل الايه العاديه وتكاليف التركيب والرسوم الجمركيه واي رسوم اخرى، بشرط ان يكون مبلغ التامين متضمن هذه الرسوم والايه والمصروفات. طيب لو احنا هنفتكر مع بعض في القسم الاولاني، اتكلمنا عن القسم الاولاني وقلنا انه التغطيه التامينيه، واتكلمنا عن اللي هي الشروط الخاصه، وقلنا ان الشروط الخاصه هم نوعين او حاجتين، اللي هو مبلغ التامين واسس تسويه التعويضات. طيب هنيجي بقى في القسم الثاني اللي هو القسم الثاني، الوساطة الخارجية لحفظ الايه المعلومات، وبنتكلم بردك على نطاق التغطية التأمينية. بتتعهد الشركة إذ ما أصيبت الوساطة الخارجية لحفظ المعلومات المذكورة في جدول الوثيقة، بما في ذلك المعلومات الايه المخزنة عليها والتي يمكن معالجتها مباشرة في أنظمة الحاسب الايه الآلي، بأي خسارة أو ضرر ايه مادي قابل للتعويض منها بموجب القسم الايه الأول من هذه الوثيقة، فإن الشركة بتقوم بتعويض المؤمن له عند تلك الايه الخسارة أو الضرر وفقا لما هو منصوص عليه فيما ايه فيما بعد. دي نقاط التغطية التأمينية. وهنا بتسري نطاق التغطية التأمينية أثناء وساطة حفظ المعلومات داخل المكان المحدد في الجدول، ويشترط لتغطية تلك تكلفة تغطية تكلفة استعداده المعلومات المخزنة أن يكون من مؤمن له بحفظ نسخة من المعلومات في مكان إيه آخر من غير المكان الموجود به النسخة الإيه الأصلية. زي ما اتفقنا اهو الاستثناءات الخاصه بالقسم الاول الثاني اللي هو ان شركه التامين ما بتكونش مسؤوله عنه. طب لو احنا فاكرين ان هو القسم الثاني اللي هي الوسائط الخارجيه لحفظ الايه المعلومات، شركه التامين ما بتكونش مسؤوله عن ايه؟ عن التحمل المذكور في الجدول والذي يتحمله المؤمن له عن كل ايه حادث. تاني حاجه، اي تكاليف بتنشا عن برمجه او تثقيب او عنوانه او ادخالات خاطئه او الغاء العفوي للمعلومات او التخلص العفوي من وساطة المعلومات او من فقدان المعلومات اللي بتسبب المجالات المغناطيسيه.
تالت حاجة ان الخسائر التبعية من اي نوع او ايه او وصف. هناخد الشروط الخاصة بالقسم الثاني اللي هو مبلغ التأمين وأسس تسوية التعويضات، زي ما خدناه في القسم الأولاني هو ناخده في القسم الثاني. ولو افتكرنا القسم الأول كان اسمه ايه؟ كان اسمه هنا الأضرار المادية. طب والقسم الثاني اسمه ايه؟ اللي هي الوساطة الخارجية لحفظ المعلومات. وهنتكلم عن مبلغ التأمين وأسس تسوية التعويضات. هنا مبلغ التأمين بيشترك التأمين في هذا القسم ان بيكون مبلغ التأمين هو المبلغ الذي تتطلبه إعادة وساط المعلومات الخارجية المؤمن عليها الى ما كان عليه، وذلك عن طريق استبدال وساط المعلومات المفقودة او المتضررة بأخرى جديدة، بالإضافة الى إعادة انشاء او استخراج المعلومات المفقودة. بتقوم الشركة بسداد في أسس تسوية التعويضات، بتقوم الشركة بسداد المصروفات التي تجبدها المؤمن له خلال فترة كام؟ 12 شهر اعتبارا من تاريخ الحادث، بغرض إعادة وساط حفظ المعلومات إلى حالة التي كانت عليها قبل وقوع الحادث مباشرة. وبيكون ولازم ان هي التي تكون ضرورية لإتاحة استمرار عملية معالجة المعلومات بالطريقة المعتادة. القسم الثالث اللي هي زيادة تكلفة التشغيل، ونطاق التغطية التأمينية بتاعها ان هي بتتعهد الشركة انه اذا حدث ضرر مادي مغطى بموجب القسم الاول في هذه الوثيقة بيؤدي إلى تعطيل كلي أو جزئي لعمل أجهزة الحاسب الآلي الوارد بالجدول، وإن الشركة بتكون بتعويض المؤمن له وفقا لما ورد فيه بعد إن أنا أضيف مصروفات إضافية يتكبدها المؤمن له لاستخدام أنظمة الحاسب الآلي بديلة وغير مغطاة بموجب هذه الوثيقة على أن يتعدى ذلك مبلغ التعويض اليوم المتفق عليه. طبعا هنا زي ما خدنا في القسم الاول والقسم الثاني للاستثناءات الخاصه بالقسم الثالث، ان هنا شركه التامين بتكونش مسؤوله عن عن اي قيود مفروضه من قبل السلطات العامه بشان اعاده تكوين او تشغيل اجهزه الحاسب الالي المؤمن عليه. تاني حاجه ان انا عدم توفير الاموال اللازمه لدى المؤمن في الوقت المناسب لإصلاح أو استبدال الأجهزة التي تضررت أو هلكت. طبعا هناخد بردك الشروط الخاصة بالقسم الثالث زي هي للأقسام التانية، إن هنا المبلغ التأمين إن أنا بحدد مبلغ التأمين المتفق عليه عن كل يوم أو كل شهر كما هو محدد في جدول الوثيقة، ويقوم الشركة أيضا بتعويض المؤمن له عن أجور الموظفين وتكاليف نقل المواد والأجهزة بعد وقوع اي حادث ينشا عنه مطالبه بموجب هذا القسم. تاني حاجه اللي هي اسس تسويه التعويضات، واللي هي في حاله تعطيل اي اجهزه المؤمن عليها ان شركه التامين بتكون مسؤوله عن النفقات الاضافيه اللي بتعمل عليها الاجهزه او الاجهزه استخدام الاجهزه البديله. وكده احنا في الحلقة بتاعتنا أخدنا لو احنا فاكرين احنا أخدنا اللي هو تأمين الأجهزة والمعدات الإلكترونية، وكملنا عن اللي هو الفصل الخاص بالمعدات والأجهزة الإلكترونية. للأسف حلقتنا انتهت، واستنوني في الحلقة الجاية هنتكلم عن اللي هي فساد البضائع في المخازن التبريد. وفي نهاية حلقتنا أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.